والله سويتها يا بنتي. حاسب على الفاضك. من النهارده ما حدش يقدر يهوب ناحيتك. طارق! مش كنت تقولي انك جايه؟ على الاقل كنا جهزنا لك اوضه المسافرين. انت تعملي فيا كده يا سميحه؟ تستغفليني يا سميحه؟ كل شيء راح يا حمود. كل شيء راح. ترى ما بقى احد بالعبه غير انا وخالتي. ما هان على ابو مساعد، اشتراه وخش لنا. بوسياد! بوسياد! سمعتي صوت اللي سمعته؟ مريش دق علي الفير وقال لي ان الكويت انغزت. يا رب يا رب. ابشر. هذا يقول ان مسك ابراهيم يا ربعه. يبا السلام عليكم. اقول له ليش تجمع هنا؟ عمي هذا مو تجمع، بسلامتك عندنا عزة. عندكم تصريح تجمع؟ عمي مو تجمع هذا عزة، وانت مبين عليك ابن اجاويد وابن حمولة وتعرف بالواجب. نعم يابا ابن حمولة واعرف كل زين، بس لازم تصريح من القيادة يابا. بس عفوا طويل العمر، ترى التصريح ما له داعي، ترى كله يوم واحد. وعد مثل ما انت شايف هذا عزة، والريال كبير توفى الله يرحمه، والناس يعرفونه كلهم بالمنطقة ويايين يعزون، بعد ما نقدر ما نستقبل الناس تسكر الباب ويهم. أنت ابنه؟ لا أنا يارهم، ولده موجود داخل. حياك تفضل تفضل. شلون مات؟ رحمة الله عليه، ريال كبير ومريض وفوق 70 يعني، والله خذ أمانته. زين زين، إذا بس يوم واحد ما يخالف، بس مين يصير منع التجول؟ ما أريد أشوف واحد هنا. حاضر حاضر، اللي تامر عليه يصير إن شاء الله. خوش، وما أريد أشوف أحد واقف أو يتجمهر بالشارع. حاضر، اللي تامر عليه، ما في تجمهر ولا شيء، بس الناس تي تعزي وتروح ان شاء الله. خوش يا الله، دعناكم. ساعد ليه؟ وين ولدي؟ ليش ما يتوياك؟ لو اقدر اجيبه ما نطرت سؤالك. زين هم ايش يبون؟ عطهم فلوس، ذهب، سيارات، اللي يبونه يبني ولدي. ما حد يقدر يطلع ولدك، ولدك مقاومه زي اللي معدموه. ويا عزتي يعدمونه؟ اي يمه، كل يمسكونهم مقاومه يعدمونهم. يا حسرتي عليك يا ابراهيم، رحت يمه. يا رب طولي بالك، طولي بالك، ان شاء الله سدعينا حيرجع باذن الله، حيرجع. حسرتي على ولدي، راح 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 راح. لا تقولي يا يما، ان شاء الله يرد بالسلامه يا رب.
يلا اسألك العفو والعافية، يلا ترحم ولدي يا أشي برحمتك الواسعة، وترحم بساعي، وترحم بنيتي دلال، يلا انك تفوق عوق إبراهيم وترد كل الأسرة مثل ما رديت يوسف لأبوه يعقوب، يلا انك تنجح حالي وتحفظها وتنجح غنيمة وتفرح قلبه وانت، يا رب رحمتك يا رحم الراحمين يا كريم، يا أنا سميحة. صباح النور. يا صباح الفل، يا صباح النجاح والنسب الحلوة. شنو؟ طلعت النتائج؟ وأنا هستنى لما تطلع النتائج يا حبيبتي. أنا جبتها تظم الكنترول. ألف ألف مبروك يا شيخ، ألف مبروك يا حبيبتي. والله لولا الكسوف والعيب وبرستيجي كنت فقعتها بغروتة اللولو. ديدة ديدة، نجحنا أنا وغنيمة. ألف مبروك يا بنيتي، ألف مبروك يا بنيتي، ألف مبروك يا نظر عيني. الله يبارك فيك. الحمد لله، ما الله تعبكم يا يما. الحمد لله. وعمي ألف مبروك يا أحلى لولو. صدق غنيمة نجحت؟ إيه نجحت الحمد لله. لا سلام على الطعام. صباحك خير يا شيخة. تعي عدي عدي، أكيد ما تروقتي لهلا. الأهم من النجاح يا لولو النسبة كم؟ زين عمامة شنو هديتي؟ هديتك على قد نسبتك. وإذا قلت لك إن نسبتي 95.8 شنو هديتي؟ برافو عليك، هيدي النسبة بدها بوسة كتير كبيرة. مبروك يا حبيبتي. يبارك فيك. وغنوم يا زوجي بيت. يعني غنيمة مو ذاك الزود، 60.2. الحمد لله يا بنت الحلال، زين اللي نجحت. 6 سنوات قاعدة بالثانوية. قدي بقى قدي بقى قلت مبروك. لا عمي، بروح أبشر غنيمة وأفرح خالتي ليلى. لا يا يما، خلي خالتش ليلى نايمة، ما تنام لعقب الفير، قضي ليلها كلها تصلي وتدعي، عسى الله بس يستجيب لها. آمين يا رب. ورد لها وليدها عشاشة يوفى. ما علي يا يما، خليها ترتاح شوي، هي تقعد على راحتها. هاي من رخصتكم، بروح أبشر غنيمة. بعد عمري حبيبة قلبي، شو مبسوطة. شيخة شو رأيك صب لك شاي؟ اي والله كنا يبي له شاي، بس خليك أنا صب حق نفسي. لا لا لا، لا أنا صب أنا. استني. صحة وهنا. بعتقد أنا إن صدام حسين لما حرك. تفضل. سام. سلام. هلا خالتي مريم قالت انك تبيني. اي يبا تعالي تعالي يبا، هات يبا تفضلي واشتري لي بخاطرك. هذه هديتك. مشكور عمي، الله يخليك لنا. الله يسلمك، تستاهلين يبا تستاهلين. ما قلتي لي باي كليه بتسجلين، طب ولا هندسه؟ لا عمي، لا هذا ولا ذاك. اي معدلك عالي، يا طبيبه يا مهندسه. عمي انا بدرس موسيقى. Thank you.
حي الله من يانا. حي الله فيصل. زين، ما بغيت تزورنا الشركة؟ أنت الخير والبركة يا أبو إبراهيم. جيت الشركة ما لها داعي، أنت مكفي وموفي إن شاء الله، يعطيك الصحة. إيه، قبل إذا نحتاج شيء نمر الوالد الدكان، وأنا أشوفه بعينك في حكي وديك تقوله. قول يا أبو بدر، قول وأنا أخوك. الله يرحمه. قبل الله شافنا مجبلين عليه الدكان، يدري إنه في شيء. وشيء شايد بعد، وأنا عشان كذي جايك يا أخوي. خير إن شاء الله. صاير؟ أم بدر راحت بيت راشد أمس تبارك البنتة، ويوم سألتها إيش تدرسين؟ تقول لها موسيقى. إيه صحيح. صادق أخيتي أم بدر. أنا كان ظني إنها بتدرس طب أو هندسة، كانت تقول لي بدرس موسيقى. علامك ما أعطيتها راشد عدل مخه. وين قاعدين إحنا؟ ولا ليش أنا ولدت بلندن عبارة صارت إنجليزية خلاص؟ فيصل، هذه بنت راشد الله يرحمه، ولا تنسى أبوي شلون كان يوصي عليها. أنا ما أقدر أكسر بخاطرها وتكسر سمنا وتكسر سمعتنا. يا أخوي، أبوي لو عايش كان يرضى بهالخرابيط هذه. اسمع يا أخوي، أنا أكشف حل حق هالموضوع هذا، ولا أنا قادر أروح حقها وحقمها وأوقفهم عند حدهم وأعلم أمها أن اللي كان يمشي قبل يمشي الحين. صل على النبي فيصل، صل على النبي وخلي الموضوع هذا علي. انت اسلوبك جاف ودفش وساعات جاف ودفش. ليش انا اقول الحق؟ من متى صج اللون عشر اللون عشان استقبله؟ مساء الخير. شفيني اعطى عليك خلوتك حبيبي؟ هي اكيد فيك. الله، تلوميني ليش احبك؟ ما ادري شلون كانت بتكون حياتي من دونك. ما انا اذا ما اهتميت وحسيت فيك بمين بدي احس واهتم؟ شو بيك؟ شو اللي شاغل بالك؟ والله اللي شاغل بالي موضوع وماني عارف احله. على قولة فيروز، الله لا يشغل لك بال حبيبي، خير ان شاء الله. في موضوع عالية وقرارنا تدرس موسيقى. ليش شو فيها الموسيقى؟ ما المعهد هون عالي وإلو سمعته. وبعدين إذا أنت كنت قلقان إن رح تتخرج، فهي رح تتخرج جامعية، إذا كان هيدا اللي مقلقك. إيه بس بنت المريج تدرس موسيقى. ولو حبيبي شو فيها الموسيقى؟ اللي ما بتناسب بنت المريج. وبعدين الموسيقى حوالينا بكل مكان، وهلا أنت كنت عم تسمع موسيقى تطلع من الجو اللي أنت فيه. أنا ماني ضد الموسيقى وأنتي تدرين بهالشي، بس هي نسبتها عالية وتقدر تدش طب أو هندسة وتدرس موسيقى. في كتير أطباء ومثلهم مهندسين، بس قليل منهم المميزين. وأنا مأكدة أنه أنت لما تشوف عليا كيف بتعزف موسيقى رح تغير رأيك. يا حبيبي، خلي ولادنا يعملوا اللي بحبوه ويدرسوا اللي بيبدعوا فيه. ما هي مش شهادة معلقة على الحيط ونحن نفتخر فيها. الو، هلا هلا ابو اسماعيل، هلا بالمعتلي. الله يسلمك، الله يطول بعمرك. الحمد لله، انتو شلونكم؟ الله يسلمك، الله يسلمك من الشر. ها، متى رديتوا الديره؟ اي الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. اي انا اشوف الديره منوره. الله يحفظك. اي لا حاضر، متى ما تحب. المكتب مكتبك. الله يسلمك. يلا في مال الله، في مال الله. العذر منك يا ابو فيصل والسموحه، الناس الطيبه اللي مثلك وشرواك ما نقدر ما نرد عليهم. شرواك الطيب ومسموح يا ابو عبد الرحمن. لا بسالك سؤال، هذا منو من عيال معتلي؟ ولدهم العود جمال. اي هذا ابو اسماعيل جمال، تعرفهم؟ يا منو ما يعرفهم، شركاتهم تارس الديرة، بس ظنيتي بالغزو خسائرهم شايدة. وانا اخوك والله يا يبا، الكل خسائره شايدة، واحنا بعد موجودين ليش؟ في خدمتكم طال عمرك.
وخسائركم كلها بنسجلها في لجنة التعويضات. بعد مثل ما أنت عارف هذه لجنة دولية ومضمونة، بس كل اللي نحتاجه منكم شوية صبر وحلمكم بالموضوع. هذه اللجان شوية دولية تأخذ وقتها ولسمها طويل. الله كريم، شو نسوي يا أخوي؟ بنصبر، دام حلالنا بيرد لنا بنصبر. بتصبر يا والله. شوف وفيصل، هذا الملف مالك وخالص وجاهز ولا ناقصة شيء. بس عاد انت ما شاء الله عليك مو مخلي شيء، حاسب حساب كل شيء. اكيد بحسب حساب كل شيء وانا اخوك، هذا شقانا وتعبنا شقى السنين، بيني وبينك لازم نهتم فيه. صاج صاج ابوي صاج. تفضل تفضل اشرب الشاي ابوي. احتاجتلك لولو، تخرجت من المعهد بامتياز مع مرتبة الشرف، والأول مرة بتاريخ المعهد عالية الطالبة الوحيدة اللي حصلت على الدرجات كاملة كل سنواتها الدراسية. تحقق لك كنت تتمناه يا راشد، بنتك تخرجت، بنتك مميزة ومختلفة، تشبهك بكل شيء، ذكائها، إصرارها، خفة دمها، حتى حركاتها. تصدق حتى الشاي تشربه بثلاث قفشات شكر مثلك بالضبط. حبيبتي يا شيخة، الحمل كان ثقيل عليك، انتي قوية قدها وقدود. عرفتي ليش أحبك؟ بس أنا زعلان منك. زعلان مني؟ أنا؟ عشان شي ما قمت تجيني بالحلم؟ أنت تدري أنا ما أقدر على زعلك. شنو زعلتك؟ ليش كله ربطة شعرك؟ وين ابتسامتك الحلوة؟ وين فساتينك الملونة؟ وين شيخة حبيبتي؟ الألوان والتفاصيل اختفت من حياتي بغيابك يا راشد. أنت اللي كنت تلون حياتي وأيامي بتفاصيلي. حياتي صارت بس أسود وأبيض. اشتاقت لك. لا تزعل مني. عفية لا تزعل مني. يسعد صباحكم، ما احلاكم. صباح النور يا هلا. هلا جورج، استريح. هذا ولدي مريش. يا هلا. راح يمسك إدارة الشركة إن شاء الله تحت إشرافك. أكيد طبعا. أبيك توديه توري مصانعنا ومعارضنا ومحلاتنا، أبي يشوف كل شيء وراء عقودنا ومناقصاتنا مع الوزارات. ها؟ بأمرك. نحن حبيبي مريش، هذا عمك جورج، راح تستفيد منه وايد. أي شيء أي سؤال عندك لازم تسأل عمك جورج، هذا ذراعي اليمين والخبرة كلها ما شاء الله. جورج اخذ الحين ودى الدور الثاني، ارفع الموظفين وخليه يشوف الادارات والاقسام، وخليه يشوف له مكان، سوي له يا مكتب، ونبي داوم عندنا من باكر ان شاء الله. ان شاء الله. زين خلصوا وتعالوا لي تالي. يلا مريش روح يا عمك جورج. يلا يبا. ان شاء الله يبا. فلورا ميك دينر ماما بليز. لا لا فلورا بلاش دينر، اعملي لي كوباية شاي وهاتي لي معها بقسم. عندكو بقسم؟ اه يا اختي عندكو. واه
انا اقول ليش الفرج منور اليوم. ازيك يا طنط؟ انت يا بنت بكشه بشكل وبالكويتي كده عياره. ليش كده؟ ما تساليش على ماما سميحه حبيبتك ولا ترفعي عليها سماعه التليفون. انت يا بنت مش معاكي تليفون في العربيه عندك ولا خلاص كبر راسش؟ انا راسي يكبر عليكي يا جميل. وبعدين تعتقدين ان التليفون ينفع؟ لازم امرك واقعد معاك وتطبخي لي من اكلك اللذيذ وتغني لي ايام اللولو. شو هلا لولو، شو رش ملبس يا بابا، شو زينو لولو. برم الدولاب وغاب، رجع وقف على الباب، دق دق يا ربي شو دق دق ما فتحولو. انت يا بنت بكاشه وسيبك من البكش ده، وقولي لي هنا حط عينك على مدرسة ولا شوف لك أنا مدرسة بمعرفتي؟ إيه؟ أنا ترشحت البعثة في الرويال أكاديمي أوف ميوزك بلندن. ألف ألف مبروك يا شيخ. ألف مبروك يا حبيبة قلبي. حياتي مبروك يا يما. هشتاق لك شوي اللولو. نوما إيش فيك عاد؟ أول ما أخلص برد الديرة، بعدين لندن ما هي بعيدة، تعال أنت وخالتي. لا 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 لا، أنا ما أسافر، خافي إبراهيم وما يلقاني. حبيبتي الله يطمن قلبك وقلب كل أم يا رب. دير بالك على نفسك لولو وعلى دراستك، نبيش تردي لنا بالدكتورة إن شاء الله. ويا خالتي خل أخذ الماستر بالأول. ديدا ديدا شفيك؟ لا تعورين قلبي الحين، اي حد بيسافر لاسبوع تقعدين تبكين. والله يا يما اخاف الله ياخذ امانته، وانتو بعاد عن عيوني وانا بعدني ما شبعت منكم. بسم الله عليك يما. الله يخليك لنا يا خالتي ويطول لنا بعمرك. ما شاء الله ما شاء الله، بنات المريش متجمعين، عسى الله يفرجكم. قولوا امين. امين. عمي شلونك؟ هلا يبا هلا. هلا يما شلونك؟ خير الله يسلمك يا وليدي. ها يبا خلاص؟ اي عمي طيارتي باكر الفير. الله يوفقك يا يبا، ولو اني ماني راضي لكن هذا مستقبلك وما بوقف بطريقك. الله يوفقك. مشكور عمي. مو ناقصك شيء، مو محتاجه شيء، ترى ما اردك الا لسانك. سلامتك عمي، انت مو مخلي علي قاصر. الله يوفقك. وين راشد ومريش؟ كان يبا. هلا يبا هلا هلا. وين مريش؟ روح نادى. ان شاء الله يبا الحين راح نادي. يلا يبا حطوا العشاء خلينا نتعشى. تكرم عينك. لا تحاتين ماما. لا 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 مو برد وايد ان شاء الله. ماما لاف يو. صباح الخير. عربيه؟ اي انا عاليه من الكويت. وانا عبير من تونس. تشرفوا عاليه. فرحانه برشا تعرفت عليك. برشا يعني تو ماتش. وانا تشرفت بمعرفتك يا عبير. عايشك. انا صحفيه بجريده العرب. وانتي تشتغلي ولا دراسة؟ الله هذه جريدتي المفضلة، لازم كل يوم الصبح أقراها. أنا أحضر ماجستير في الدراسات الموسيقية قسم بيانو. ما شاء الله. تعرف أنا رحت الكويت بعد التحرير، سويت ريبورتاج عن تداعيات الغزو على المرأة، سواء كانت أم زوجة أو ابنة. بصراحة بلدكم زينة برشا.
فعلا الكويت جميلة. حب أقول لك حاجة، نحب نعمل معك ريبورتاج عن موسيقيات العربية وبالأخص الخليجيات، كان ما عندكش مانع طبعا. هي طبعا أكيد أتشرف، ما عندي مانع. بلا تعطيني رقمك نكلمك غدوة ونحدو موعد. غدوة يعني بكرة. وعلى قولتكم باتشي عالية بصراحة أنا لازم نعلمك تونسي. لازم ضروري. تبدأ تشرفني الحين. وين النوتس؟ Hello. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. Madam, هذا ريال ابنتي. Hello. إيه نعم. تفضل. شنو؟ عالية. هلا طلال، شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله كل شيء تمام. ادري مستعجله وماني معطلك عن محاضرتك، بس احنا عندنا فقره موسيقيه نسويها كل مره حق احتفاليه الاتحاد بالعيد الوطني والتحرير، ايش رايك تدشين ويانا؟ وايد حلو، بس انا احتاج اعرف منك بعض التفاصيل، بس مو الحين بعد محاضرتي. تمام، هم انا عندي محاضره نخلص ونهي. خلاص على خير ان شاء الله. ان شاء الله. الو يما مريش، ابيك تهد كل اللي بيدك وتروح تسحب لي فلوس من البنك ضروري، سمعت؟ لازم يا شباب نركز، كل واحد وقت تخصصه. وايد مهمه. عاليه السلام عليكم. وعليكم السلام. زميلتنا عاليه المريش طالبه ماجستير في ريال اكاديمي. حامد طالب طب لكنه عازف عود مينون. تشرفنا. شرفني. عبد الله موظف مكتب هيئه الاستثمارات وصوته وايد حلو. تشرفت عاليا. وانا اكثر. واخيرا اخونا الكبير الدكتور احمد، اتوقع قني عن التعريف. اي طبعا استاذنا وزميلنا الكبير. شرفنا يا هلا. وانا وياكم. تفضلي. تسلم. يعني اعتقد بتجمعنا هذا راح نسوي شيء وايد مميز ومختلف هالسنه. يعني عندنا عالي على البيانو، حامد بالعود، وعبد الله بالغنى، والدكتور احمد انا هالسنه وياكم بالنايه. ممتاز، وانا معاكم. اعتقد هالسنه عرضنا راح يكون مميز ومختلف. المميز وجود عاليه، وجودها اضافه لامسيتنا، واضافه لانجازات بنات الكويت وابداعاتهم. الله يهداك يا ابو، انت ليش ما علمتني من الاول؟ والله يا ابو انا كنت معتقد ان الفلوس حق امور شخصيه وبتساعد احد، قلت يمكن تطلع من اللي هي فيه، بس ما توقعت ان المبالغ بتزيد بهالشكل. قلت اطلع الكشف حساب وتشوف المبالغ شلون قاعد تزيد مره عن مره. لا الموضوع هذا ما ينسكت عليه.
قوة عالية. هلا عبد الله، شلونك؟ مستعد؟ أنا مستعد، أنت مستعدة؟ أنت الليلة نجمة الحفل. حبيت أعرفك على صديقي وزميلي في مكتب هيئة الاستثمارات خالد معتوق. هلا عالية، تشرفت فيك. هلا، أنا أكثر. أعرفكم على صديقتي عبير من تونس. أهلا. عصيمة. أهلا. تشرفوا. وأنتم وين تخدموا؟ إحنا نشتغل في مكتب هيئة الاستثمارات. إن شاء الله معرفة طيبة. عن إذنكم، يلا عبد الله. يلا. أفرف يا عالم بلادي فوق الساحل والوادي، روحي والله وفوادي أبديها لك يا عالمنا. أوه أخيرا نطقت. والله يا أخوي اللي بغيت أسألك. قول. عالي هذه من بنته؟ وليش تسأل؟ والله الظهر رفرف علم قلبي واستسلمت أخيرا. زين أخيرا استسلمت. شو نسوي بيخ؟ Good morning. Good morning. Miss Aliya? Yes. Yeah, please sign here. Here? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. رفرف علم قلبي واستسلم للحب، خالد معتوق. الفلوس واللي عافيك. طمني على ولدي، الله يخليك قول لي وينه، فيه متى بيرد. وانتي على بالك الموضوع سهل عشان اقول لك متى بيرد؟ هذه ثالث دفعه توصلكم، ما جبتوا لي اي خبر عنه غير انه عايش. معلومه مثل هذه سهله يعني، معاجبك ياخذي فلوسك وتوكلي على الله. لا 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 لا، اخذوا الفلوس اخذوها، بس طمنوني على ولدي. ما وعدك متى، بس انتظري يم التلفون. تأخرتي وزمان ناظرك. يلا يا بنتي ما فهمتكش يا اخي، شنو هو لغز؟ يا تحبوا يا ما تحبوش. مو لغز يا عبير، مو لغز، بس ماني عارفه شنو اسمي. مستحيل يكون حب، لان احنا ما صار لنا فتره نعرف بعض. تدرين لما اكون معاه ودي الوقت ما يمشي، ولما أكون بالأكاديمية أعزف أشوفه قدامي. تصدقين اليوم لما طلعت من الأكاديمية وشفته استانست، استانست وايد مو شوية. يا بنتي هذا هو اللي اسمه الحب، لامور، لاف. هذه والله الساعة المباركة يا أبو خالد، وعلى قولة الأولين لو هي ذبيحة ما عاشتك. ساعة كبرك أخوي إبراهيم، وهذه الهقوة فيك طال عمرك، بس نبيك تبلغ الأهل ولدنا خالد قاعد شهر نص بالكويت، وبعدها يبي يسافر لندن.
إيه لا بأس لا تحاتي، إن شاء الله الأهل بيرتبون أمور المعاريس، إن شاء الله بيسوون العرس اللي يلوق بنت أخوي المرحوم دكتور راشد الله يرحمه. عليه رحمة الله. الله يرحم. نقول مبروك إن شاء الله. بالمبارك إن شاء الله، بالمبارك. قوم قوم سلم على عمك قوم. بالمبارك يا بابا بالمبارك. الله يبارك. هلا. استريح أبو استريح. مبروك يا ابو عاليه مبروك يا بنتي مبروك لويو حبيبتي والله كبرنا صرنا نتزوج الف مبروك حبيبتي ومتى حددتوا الملكه عد الملكه وهالامور انتوا تباصروا مع اهلهم وشوفوا ظروف المعاريس ولا ايش رايك يا ام عاليه هلا ان شاء الله ان شاء الله علي يمه تعالي يمه تعالي تعالي انظر عيني يا عمي الله يسعدك يا بنيتي ويرزقك الذريه الصالحه الحمد لله اللي طول بعمري وشفتها اليوم الله يطول لنا بعمرك ديده يا بنيتي الله يحفظك هي ضحكي